هلا في الستيب هاي رح نبلش نضيف موضوع كتير مهم في بناء الموديل، اللي هو ال input layer. احنا دخلنا ورحنا جهزنا طبعا جهزنا في موضوع ال hidden layer، ولكن ما جهزنا في موضوع ال input layer. هلا مهم كتير إنه أضيف الـ input layer، ولكن وين حضيف الـ input layer؟ حبو حفو حضيفها في مكان كتير شوي غريب، ولكن هو هذا مكانها الفعليا، واللي هي بتكون داخل الـ input layer. فأنا هون أو داخل الـ hidden layer في أول layer بقول له input دايم بيساوي اللي هو الانبوت دايم قديش بده يفوت. الانبوت دايم انا عندي هون بانه بتعامل مع داتا سيت structure، فهو عدد الكولومز اللي بده يفوت. كم عدد الكولومز اللي عندي؟ هو عبارة عن 11 كولومز، هذا الانبوت دايم. بهاي الطريقة انا جهزت الانبوت لاير. تالي الانبوت دايمنشن اللي هو 11 كولوم حيتم بناؤك، هو المدخل بشكل أساسي بعد ما احنا عملنا sequential للكلاسيفاير. وبعد كده حنطبق عليه أو حنضيف layer اللي هي ال hidden layer اللي هي 6 نود مع init uniform، يبلش من أقل weights مع activation ReLU اللي حيطبقوا عليه من أول شغل هو حيشتغله. هذه لأول layer أو أول layer مع ال hidden layer مع ال input layer إحنا جهزناها. بعد كده في ال step الجاي رح نبلش نخوض في موضوع كيف نضيف أكتر من hidden layer، ونبلش already نشتغل في بناء artificial neural network كاملة. هيك إحنا بلشنا في ركبنا الكراز، ركبنا عليه المودلز سيكونشال، عملنا له initializing، ركبنا أول hidden layer بعد ما ضفنا ال input layer. رح نشوف في الفيديو الجاي كيف نبلش نضيف hidden layer كمان ونبني موديل بشكل كامل.